الفول، الكشري، المحشي، ما بقوش أكل، بقوا ديكور أو ميدالية. اسمي عزة عاطف، بعمل مصغرات للأكل خصوصا الأكل المصري بالصلصال الحراق. بدأت من حوالي 4 سنين، يعني كنت بلعب كده بالصلصال وبدأت أعمل حاجات كانوا بيقولوا يعني اللي هي لطيفة. مع الوقت لقيت ان انا اكتر حاجة ببقى مبسوطة وانا شغالة فيها هو الاكل، فوقفت كل حاجة وبدأت اتخصص في الاكل خصوصا المصري. الموضوع ممتع وشيق. الفن ده هو اسمه مينيتشر فود او فن تصغير الطعام. الموضوع ان انا مبقاش محفلة، يعني مفيش حد بيغرف طبق يبقى في حاجات مش منطورة. مهما كان الطبق ده انا بحاول اخليه شكله منسق قوي، لازم الاكل يتبعتر مني شوية. فده اللي بيدي الواقعية، ان انا لما عملت مثلا في شم النسيم الورق الجرايد كان صغنن كده 10×10 سنتي، وعليه فسيخ ورنجة وسردين وحاجات كده، فحطيت رنجاية على الجنان ورحت مخلية تحتها زيت. دي اكتر حاجة اتكلموا عليها في الكومنتس، ان الحاجة مش تحسيهاش بلاستيك، لا فيها روح. برضو درجة اللون عشان اوصل لدرجة اللون مظبوطة، دي اللي بتفرق، وإلا الاكلة كلها تبوظ مهما كانت تفاصيلها مظبوطة. عملت بيج بقى على الفيسبوك بتشجيع كل اللي حواليا، جوزي ومامتي وبابايا، لا اعملي بيج ووري الناس شغلك يعني. فعملت سوفتي كرافت وبقيت انزل الشغل. رد الفعل الناس بيطيرني الحمد لله يا رب، رد الفعل بقى حلو جدا، تشجيع من ناس معرفهاش يعني كلامهم تحفه. شاركت في معارض دوليه كتير في العراق وفي امريكا اللاتينيه وحاجات بره مصر وحاجات جوه مصر، معظمها كان او كلها كانت اونلاين بسبب كورونا وكده. وخدت شهادات تقدير والحمد لله، حتى شغلي كان بيبقى عليه فيدباك حلو قوي منه.